عندي ثاني. زين ايه مال شوات الحجامه بالنهار عادي يعني نسوي حجامه واحنا قاعدين في الدستاني يعني ان شاء الله ان شاء الله اجاوب ممنون. الاخت ام حيدر تسال سؤال جيد زين اجى في وقته من جمله الامور اللي ينبغي علينا ان احنا نتحدث بها وهي انه الحجامه هل هي من المفطرات في نهار شهر رمضان او لا؟ في فقه مدرسه اهل البيت فقه الاماميه الحجامه ليست من المفطرات. اخراج الدم من الظهر من الرجل من الراس من الرقبه المعبر عنها بالحجامه، الحجامه ليست من المفطرات حتى لو اوقعت في نهار شهر رمضان سواء كان للرجل او للمراه. زين.